صديقي العزيز المجاهدة والبطلة صوفيا بليمان قررت ان هي تطلع تحلل وتتكلم على خسارة المنتخب الجزائري لكرة القدم من المنتخب الغيني. وطبعا صوفيا انت عارف يابا احنا داخلين بالمبدأ بتاعنا المروك، شفتوا فينا المروك يا ولاد اللذينة، حكرونا المراركة وشمتهم فينا. بس لما مؤاخذة انتوا ما بتحبوش الرجال، ايه ما بتحبوش الرجال؟ انت عارف انتوا لو بتحبوا الرجال كنتوا ما نحيتوش بالماضي على فكره، يعني بالماضي وداكوا في داهيه اصلا، مش دي المشكله بتاعت بالماضي، المشكله ان انتوا يعني بتقول لك ايه صحافه الاستعمار والاستحمار. حضرتك لا مؤاخذه استحمرتيهم ومشيتيهم بديول وراكي لحد سويسرا، فلما مؤاخذه جت على الصحافه اسمع ما نقدروش نسكتوا على الشيء هذا، لذلك نطالب بالسلطه تدخل تدخل عاجل من السلطات الجزائريه، باسكو هاد الناس الاصابه اللي راهي جات ونحات، باسكو انتم ما تحبوش الرجال، نحات بالماضي ونحات الكوادر. معلش الكوادر مين بس عندكم كوادر؟ انتم طامشين على الله. موضوع الدولة تتدخل ده، اتمنى ان احنا نترجم الفيديوهات بتاع صوفيا. انا طبعا يا صوفيا بتطالب بتدخل حكومي في الرياضة الجزائرية، بس انا اكتر حاجة بحبها في الرياضة الجزائرية هي جملة العصابة 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 العصابة. الجماعة بتوع بالماضي يقول لك العصابة بتاعت وليد سادي، والجماعة بتوع وليد سادي يقول لك العصابة بتاع بالماضي، ده شغل عصابات، ده شغل مافيا، ده مش شغل كورة يا ولاد اللذينة. كامل بتاع الفريق الوطني اللي يتمسخر بيا جايبين لي السيد حاكم منه من ودنه وش يهمو هذا الكوتش هذا؟ صحافة العار والاستحمار، صحافة الزيكو، صحافة الرخص اللي ضد الفريق الوطني وضد الشعب الجزائري وحبوا يعكسوا علينا. بهدلتونا بهدلتونا وضحكوا علينا في العديان، انا تغيظني بر المخزن يضحك عليا يقول لك ينحوا في الرجال ويجيبوا لنا في البراني، عنده الحق اللي قال خبز الدار ياكلوا براني، سيدي يهمو 135 يورو. دراجي غير غطي وجهك، دراجي غير ما تزيدش توري وجهك، لا فيك ذرة. انا بصراحه لا احب الشماته ولكن يعجبني الزمان حين يدور. طب بعد كده نفسك تقعد تجيب، نفسك تروح تجيب مقبلات وتقعد تتفرج على خناقه صوفيا والدراجي، خناقه واطيه بس تحب تتفرج عليها بصراحه يا صاحبي، خناقه واطيه بس تحب تتفرج عليها، خناقه بتاعت صوفيا والدراجي خناقه لذيذه، فكرك بالظبط بخناقه صوفيا وبين سبيرا، كانت خناقه برضه واطيه واطيه واطيه. في ذلة تاع الرجولة ما تزيدش توري وجهك، هاي عيني. شوف انت شوف انت شوف انت يا وجه العجوز يا بن شيخ يا المجلد، الخطة اللي راها دارت بن شيخ انت بتتهزق، اسعى بن شيخ انت بتتهزق، اسأل صوفيا ما سابتش حد بقى، دي ما سابتش حد بقى، الحيزبونة دي ما سابتش حد بالصلاة على النبي. عيني شوف انت شوف انت شوف انت يا وجه العجوز يا بن شيخ يا المجلد، الخطة اللي راها دارت ما وجه العجوز انجلينا جولي بتتكلم، انجلينا جولي بتتكلم، مادونا بتتكلم يا اخواتي. الله العظيم يا راجل اسكت. المخزن فصل هذا عملاء المخزن ينحيو بالماضي وبعد بداو ينحيو في الجوا، المره الجايه ما تلقاوش مندي وزيدوا ما تلقاوش بشيء. شوفوا راه مدين الخطه مع المخزن وهذا النرجسي تاع روراوه هو سبب هذه المشاكل كومبلي، هو اللي راه قاعد يدير في خطه مع 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 الاقجع اللي حطه، هو اللي حط الاقجع واللي يحط الجزائريين حط لنا الاقجع. لا ثواني ثواني، ازاي يا طنط؟ ده هم كانوا محسسيني ان وليد صادي ده اللي هيدمر امبراطوريه لاجع، لاجع هو اللي حاطط صادي؟ الله الله الله، ده كده لاجع راكبكم يا طنط، يعني مؤاخذه ده كده لاجع راكبكم، انت متخيل ان لاجع هو اللي بيعين رئيس الاتحاد الجزائري؟ صلي على النبي. والله العظيم ثلاثه غباء الناس دي هوديهم في داهيه. باش يتصرف كيما كيما يحب فيه باش يضرب الجزائر، راه يضرب في الامن القومي لان هذا الفوتبول تاعنا. لا صافي لا صافي هذه اللقطه. لا 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 لكجع هو اللي حطه بجد والله، الله عليك يا عم فوزي والله. بصراحة صوفيا هبيدة هبيدة بس بتعجبني بصراحة، يعني صوفيا هبيدة بس بتعجبني، رضا عبد العال بتاع الجزائر بس حلوة التريقة على بن شيخ دي بصراحة، صوفيا من الآخر يعني صوفيا من الآخر، هي رايحة منها بس هي لذيذة في الحتة دي بس حلو عجبتني. اي حد في الجزائر بيعمل اي حاجه المخزن المخزن المخزن، هو المخزن خلاص راكبكم للدرجه دي؟ يعني المخزن بيعمل لكم لا مؤاخذه شغف في ماتش ما بين اتحاد العاصمه وشباب قسنطينه والمخزن بيعاير رئيس الاتحاد الجزائري؟ هو انتوا صلتي ملتي للدرجه دي؟ وفي الاخر قاعدين تقولوا لنا حظيره كبار حظيره كبار، ده بقتش حظيره كبار، ده بقت حصيره يا جدعان بالصلاه على النبي،
ده انتوا واضح كده ان المغرب نفخكم في الافكار. بس على فكره انتوا اللي نفخكم في الافكار ما كانش المغرب، هو كان المدرب السابق، بس عشان خاطر انتوا بتحبوا اللي مرهمكم واللي اتكلم معاكم عن الوطنيه وحب الوطن والكلام الحمضان ده، وتقول لك اصل المدرب الاجنبي بس للفلوس، مع ان بالماضي اصلا كان بيقلبهم في 200,000 يورو، بالماضي اصلا ما لقاش حد اهبل يدفع الفلوس اللي كان بياخدها من الاتحاد الجزائري بعد ما مشي. بجد؟ اه يا صديقي مش عايز اقول لك الكلمه دي عشان ما تزعلش مني، بالماضي ما لقاش حد عبيط زي الاتحاد الجزائري يدفع له فلوس زي ما كان بياخد في الجزائر. فصباح الفل يا عم، ادينا بنتفرج وادينا بنضحك، بس انا بيعجبني قوي في صوفيا صحافه العار والاستعمار دي. حلوه صحافه العار لا صحافه العار والاستحمار مش استعمار، بيقول لك استحمار ان هم بيستحمروا الشعب الجزائري، مع ان صوفيا دي اصلا كانت ماشيه وراها ناس بديول رايحين عند الفيفا بيطلبوا الماتش يتعاود، ده غير اصلا ان صوفيا دي كانت رايحه البكاري جسامه علشان خاطر عايز تسال البكاري جسامه مين اللي دفع له فلوس. ده غير ان صوفيا راحت عملت لهم فضيحه في كوت ديفوار لما قالت لك هي دي القاره اللي احنا فيها، احنا كان ممكن كان لازم نبقى جنب اسبانيا والبرتغال، فهي دي تنتك صوفيا. اهلا وسهلا بيك في البيبي الاعلامي الجزائري. لا بيبي بيبي يعني هم رايحين في داهيه فعليا.